شباب القرى. كنت بمتحن في انا في ثالثه ثانوي، يعني كنت بمتحن في مدرسه الجمال عبد الناصر للتعليم الاساسي في النوف. المهم كنت بمتحن التفاضل، فبعدين امتحنت ومسلمه الورقتين ومدبسين مع بعض. بعدين قمت كده ان انا حله ومطلعه اجابات يعني. فالمهم جم بقى في الاستاتيكا، بس دي بعدها باربع ايام تقريبا. جم قالوا لي في الاول، دخلي واحد كده من الشباك قعد يبص لي يقول لي، يضحك لي عمال يقول لي انت اسمك كذا كذا، قلت له اه. قال لي فبعدين قعد، ما هو ما قاليش حاجه في الاول، ما جابليش سيره الحوار. هما في الاول بيجسوا نبض يعني، بيشوفوني يعني بيشوفوا انا هعمل ايه وكده. فبعد كده طلعوا لي بقى رئيسه الدور، قعدت تزعق فيا، قعدت تقول لي انت مش حله يا بنتي المقال ازاي وكده، قلت لها لا حلاه. قعدت تقول لي لا انت مش حلاه وكده، قلت لها لا والله حلاه وكده. قعدت اعيط بقى في اللجنه. فالمهم طلعوا لي واحد كمان كده، قعد يقول لي، هو تقريبا كان كل 5 دقايق بيطلعوا لي واحد بس. القوام كلهم في اللجنه بقى عمالين يقولوا لي لا انت ما حلتيش، وكلهم بيزعقوا، ما كانتش لجنه اصلا تقريبا بس بقى. فقعدوا يقولوا لي لا ده انت ما حلتيش. قعدت اقول لهم والله حله ومطلعه اجابات ومسلمه كمان، مفيش حد اصلا بيطلع من اللجنه مش حاله. فالمهم بقى قعدوا يقولوا لي لا بقى انت مش حله. قعدنا في الحوار ده كتير. وبعد كده طلعت لي واحده كمان، وقفت في نص اللجنه برضو، قعدت تقول لي ده انت مش حله خالص، يعني حله نص سؤال يعني، سؤال وسؤال لا. بعد كده اللي طلع لي في الاول قال لي ده انت فاضيه يعني مش حله خالص. وبعد كده حد يطلع يقول لي ده انت فاضل لك ربع سؤال او نص سؤال، كل واحد برايه يعني بس. وبعدين قلت لهم لا حلة وكده بس بقى، وقعدت اعيط في اللجنه وكده. تقريبا ما اعرفش حد بتتحمس تفتكر كنت بتكلم عن ايه، ما اعرفش اتحمس ازاي اصلا. عملوا لي توتر في اللجنه بقى وكده، وطروني في اللجنه ووتروا اللجنه كلها، واللجنه كلها ما كانتش عارفه تحل بس بقى. فالمهم بعد كده قعدنا بقى، طلعوا لي واحده رئيسه اللجنه، لا اول رئيسه اللجنه طلعها لي وكده بورقه بقى، قعدت تقول لي امضي هنا انت مش حل. انا ما اعرفش هي مضيت على ايه، قلت لها لا حله مقالي وكده. قعدت تقول لي لا انت مش حله امضي. قعدت تقول لي امضي ما تخافيش، ما فيش ضرر ليكي، انت بس فاضل لك نص سؤال. قلت لها والله حله. رميت الورقه بقى والقلم، راحت مطلعه لي الورقه والقلم تاني. قعدت تقول لي، زعقت فيا، قالت لي مش عيب توقفني جنبك. راحت حاطه بقى ورقه الامضه فوق ورقه الامتحان، وقالت لي لا هتمضي، اللي هو يا الامضه بقى يا الامتحان. قلت لها لا مش همضي كده، مضيتني غصب عني، انا بعيط اصلا. ما كان قدامي يا الامتحان هيضيع همضي. وبعدين بقى مضيت وكده، قعدت انا قاعده الامتحان كله اصلا بعيط، ما بعملش حاجه غير بعيط، مش عارفه امسك القلم والله بس بقى. فبعدين قعدت تقول لي ما تخافيش ما فيش ضرر ليكي وكده. فبس فغصب عني مضيت بقى، مضيت غصب والله غصب عني اصلا. ومسكاني هي اللي مسكاني القلم وبتقول لي لا هتمضي اكتبي هنا، وعملت تمليني رقم الجلوس بس بقى. ما كانش قدامي حاجه غير ان انا امضي. بعد كده بقى طلعوا لي واحد بعدها بشويه بيدينا عصير، يهديني بالعصير يعني، يسكتني بيه بس بقى. فنزلنا تحت وكده، فاللي هي كانت راقبه عليا في الاستاتيكا قعدت تقول لي هتعملي، قلت لها انا مش هسيب حقي. قعدت تقول لي لا اخرك هتعملي ايه، عندك 18 سنه. قلت لها ماشي بس بقى. بعد كده مشينا لما بابايا جه وكده، ودخلنا جوه. قعدت تقول لي رئيسه اللجنه كانت جوه معاها ناس كتير يعني. رئيس اللجنه قالت لك اخرك هتعملي ايه لما قلت له مش هسيب حقي؟ لا كانت المراقبه اللي عليا في الاستاتيكا هي اللي قالت لي كده، هم كلهم يعني ظبطنا تمام. فمهم لما نزلنا تحت بقى ودخلنا جوه رئيسه اللجنه وكده، هي في الاول قعدت تقول لي انت الاسلوب ده عمرك ما هتعرفي تعيشي في حياتك، وقعدت تقول كده بقى. وبعد كده قلت لها لا انا حله وكده. قعدت تقول لي ده انت فاضل لك نص سؤال، مفيش حاجه اسمها كده. انا طول ما انا كاتبه اي حاجه في الورقه تدل ان ده خطي بس خلاص. لا هي قعدت تقول لي فاضل لك ربع سؤال، يعني هو كل طالب فاضل له ربع سؤال هيرجع ورقته. بتقول لي ده انت جايلك ورقه من الوزاره مخصوص انت مش حله المقال. قلت لها لا حلاه وكده. انا ليه صحابي مش حالين في الفيزياء، مش حاطين قلم، مش حاطين اي قلم في مقالي، ومسلمين الورقه عادي جدا بقى، مقليهم ورقتهم ما رجعتش، وانت مش حاله وبتاع. قلت لها انت ضيعتي ورقتي، قالت لي مش حاجه اسمها الكلام ده. قلت لها طب انت بدلتي ورقتي، قالت لي برضه مش حاجه اسمها الكلام ده. بس بقى دخل واحد من بره، بس انا مش عارفه هو مين بصراحه. قال لي انا بنتي بستلم الورق هناك، او مش عارفه هو كان حاجه كده يعني. قال لي انت ورقتك يا بنتي، يعني ورقتك كانت متسلمه لي فاضيه. واحد تاني دخل يقول لي انت ورقتك مش متسلمه اصلا. واحد دخل يقول لي مفيش ضرر عليك يا بنتي ما تقلقيش. بعد كده رئيسه اللجنه قعدت تقول له اسكت، يعني هو داخل يقول لي ده انت يا بنتي مش يعني ورقتك مش متسلمه، هي تقول له لا اسكت، هو يقول لها اسكتي. وقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض وكده. بعد كده هي طلعته بره بقى بس بقى، وقعدوا يتخانقوا كلهم. فباين قوي ان هم كلهم كدابين اصلا، كلهم قعدناها مع بعض.
بس بقى. فبعدين في نفس اليوم رحت عملت محضر، بعد كده عملت محضر بقى وحققوا معايا بعدها لما هي نزلت البوست وكده والدنيا اتقلبت، حققوا معايا بقى يعني بعد ما اختك نزلت البوست. حققوا معايا بعدها بثلاث، جابوكي في النيابه وحققوا معاكي وبعدها حققوا معاها هي بقى مع رئيس اللجنه يوم الاحد يوم 28. بس بقى فمش عارفه بقى، كان ما اعرفش اقولها كتير. طب انت رسالتك ايه لوزير التربيه والتعليم او المسؤولين عن التربيه والتعليم في عايزه اعرف ورا رحت فين؟ بس عايزه اعرف ورا رحت فين؟ بس اصلا مسلمها بايدي، بس هو انا مسؤوليتي ان انا احل وكمان اشوف ورقتي هتوصل ولا لا. ومضيتي يوم الامتحان انت حليتي في التفاضل ماضيه، وهي اصلا ما فيش واحده تطلع من باب اللجنه تروح حلها. وكمان المفروض يعني في امتحان الاستاتيكا اللجنه اللي قبلي او اللي بعدي مش فاكره حاجه كده، يعني في بنت ما كانتش حاله مقالي قعدوها زياده عن الوقت تحل. انا هطلع مش حله، انا طالعه حله ومراجعاه. واحد قال لي ده انت حله في المسوده اللي في اللي بنحل فيها ونسيتي تنقلي. انا اصلا مش كاتبه كلمه في المسوده، ازاي بحل في المسوده؟ واحد داخل يقول لي ده انت حليتي ده انت حله بالرصاص والورقه بس نسيتي تكتبي الاجابه. انا مش حله بالرصاص بس.